لا تصف يا لالي ومبه وتشحشح على البالي راعي راعي الأقصى يالجار الونة 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 دايم بفن عادل وقاض من كلامة وهالسيون بياضي محلى قديم برسمة برياضي كل الحاسين وذا ميزانة نديم الماضي شوف انت أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من نديم الماضي. هالمرة احنا في ولاية لوا بمنطقة الباطنة وعندنا مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من نديم الماضي. هالمرة احنا في ولاية لوا بمنطقة الباطنة وبالتحديد في منطقة مجهل وعندنا فن الرزفة البدوية. بعد الفاصل واللغز وراجع لكم. أجل طبقت الإعلام ماسكني من أمس صدق شوف أنت لي ضبين عيط لي مسرح مخيتي لعيابي يا قصير لي مشباح كينا مستذير قرر عاد طالع القدوم طالع القدوم قرر قدر روسكم ان شاء الله على قر قرر ما شاء الله العيد كل القدوم سير لبر من العيد سير لبر من العيد روح لبر من العيد لا تطلع فوق العيد عوار انت ولا ايش هو سير لبر من العيد سير روح لبر من العيد قر عز طلع خلها تقايح عز في راس العيد طلع في راس العيد ها لك العافيه اكترك ما نكون لهذك مرة مع الدهارز جيت وقت كنت تعباني كيف قال؟ هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم واللي كانت من محافظة طفار.
مشاهدينا وصلنا للختام، الختام اليوم لنديم الماضي كان من محافظة ظفار وبالتحديد ثنايا الأدب. ايش فيني انا ادب؟ ايش فيني انا ادب؟ ايش فيني انا ادب؟ كني مدرسي اللي ما هيبو بشالي ما يليك ميقامي يتقارب حسوسه وغيره لي اللي ما حبو بشالي ما يليك ميقامي يتقارب حسوسه وما حد مريح سينا وفي نديم الماضي وفي ضميره غالق مندوس الضمامي ومفتاحه اللي ما احب وبشالي لا لي لا لي لا لي لحظه فيه اللي ما احب وبشالي ما يلي ما احب وب هني هنا هنا يلا يلا اللي ما هب وبشالي ما يليك ميقامي يزقرب حسوسه وميزان ريح وفي ضمير غالق مندوس الضمامي ومفتاح تعيب ما بين رويح ومفتاح تعيب ما بين رويح في ضميره غالق مندوس الضمامي ومفتاحه تعيب ما بين رويح مفتاحه تعيب ما بين رويح يا اخي محمد والله العظيم والله العظيم ما هب وبشالي ما يليك ميقامي سكتوا عني خلني شالي ما يليك ميقامي يزقرب حسوسه وين والله لعن شيطان لعنه يلا سكتوا لحظه يلا كيو وبشالي ما يليك ميقامي يزقرب حسوسه وميزان ريح وفي ضمير غالق ما دوس ضمامي ومفتاح تعب ما بين ريح وفي ضميره غالق مندوس الضمامي ومفتاحه تعيب ما بانه رويح قرينا في الدلاله وحروف النظامي ومع نديم الماضي لغزنا وضيح هذا هو اللغز اما اللي وده يعرف شوف انت والله بسبح لكن مشكله مسمه مشكله عندي ابوك نديم الماضي بدا ويقول يوداني زاد الطيب هالليلة على السما يعرى بتراث العماني زاد الطيب هالليلة ولو كان لي حظ وحنا ويان نلتقي بنطعم اللذات في وقت هني في مكان خلاوة هادي يو بدي واحسن بعد سمعت تخير ولا ويلا بوف مرقد زين ما انت عندك انا ما عندك الضرب لا ترقد لا عجبتكم معي احمد مشاركني انت لا ما عندك اليوم يومك مولك نعمه ناوي علي نعمه يا مرد عنك زين شوف انت لا انا عراسي انا مزيمه وانتو مزيمه انا مزيمه ممتنجي انا ما نبون البر لكن بعد سيما نبون
مين ما ياكل؟ كيف قال؟ ثلاث أول نديم الماضي دايم بفن عادل وقاضي شوف انت هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم من نديم الماضي واللي كانت من ولاية جعلان بني أبو حسن. هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم واللي كانت من ولاية جعلان بني أبو حسن بالمنطقة الشرقية. تابعونا يا حي من يا حي من ما بشوف شيء ما بشوف شيء دايم ودعصن وحافوني وفي الدار مثل يلا ورجيني. ودعصن وحافوني وفي الدار مزيوني وفي القلب مثموني وكلني يروفوبه. هذا هو كان اللغز مثل ما سمعتوه، أما الحل فهو التراب. إيه حال حو الايامها اللي بدون الانصح تذبون.
متكسر صوني وكل غصن دالوب شوف انت يا كل معي بتني مو هذه اليويوذي هذه اليويوذي يو طبعا هذا هو الانشاد او شيمة طبعا هذا هو الانشاد الذي الانشاد وبس وبعدين اقول الكلام طبعا هذا هو الانشاد ايش قلت انا اوكي طبعا هذا هو الانشاد المعروف عن فن الميدان لغزنا يقول انا عداير بنشدك وباسالك الحين هيش اللي في ابوه هو يلا خلا فابوه يغيب تبارك مطايل الأولي مطعت يا أبوي مطعت سلم المايك الحين بعطيك بس الإشارة وتمشي معي بس الضرب تمشي معي محبوبي راوف بخلك ناديم الماضي لا تمل دام ما ملك ناديم الماضي ايوه زين سك زين سالم سك قوه من يرفعنا بهان كذا رفعوا معه زين سالم خلينا نقول يا ايواب ما تحرك من تقول يا ايواب قول يا ايواب ايوه يا تقول يا باب كيف تسوي؟ قولوا يا ايواب مرة يا ايواب مرة صوت عالي ارفع يدين شنهان يا ايواب بعدين بناخذ من الشباب اللي يدخلون الصف سعاد عمرانة حميدة معنا خليه شوفني يا لا بعد خمس شوي
لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي. عرفوا رفع صوتكم، رفع صوتك، رفع صوتك. ايوه رفع صوتك. يا لالي يا لالي يا لالي. ايوه ضحكنا واحد اثنين ثلاث. شوف انت، شوف انت، اسمع انت، اسمع انت، كيف قال، كيف قال، شوف انت، اسمع انت، اسمع انت، شوف انت. هلا محمد. واحد اثنين ثلاث. كيف قال، كيف قال. يلا فايف. يلا كيف قال مرة ثانية. واحد اثنين ثلاث. كيف قال. تغيب ولا تبعد، خليك كويس. الخير الأماكن من سدرة اللحن، فضة وذهب والماس. فنن فنن على فن قاصد ومتعنك، واللي نشد بحساس.